الحكومة السوداني في زيارته إلى واشنطن طرح هذا الطرح تماما مع الأمريكان نفسه. نعم طرح على أساس أنه خطة مستدامة اقتصادية وحجاها صديق. لذلك أنا قاعد أسأل تصريح حقيقة متفاجئ به، ما أعرف هذا التصريح ماذا به هذا التصريح، يعني هذا لا ما معقولة. يعني وزير خارجية نقل رسالة واضحة ما لها علاقة لا بكردستان ولا بكذا، قاعد يقول عمي تعالوا لي وشوفوا لي حلول تعزز الاستقرار العراقي على الاقل ما يتعلق بالامريكان. اذا خليت حلول انت من خصمك تطلب حل انت، ليش هو خصمه؟ هو سبب المشكله استاذ محمد، سياساتنا عده ما تطلب حل. الامريكان خصم خصم طبعا على الواقع الحقيقي خصم،